تحية طيبة لكم مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أصداء الحدث الذي يسلط الضوء على أهم ما جاء في الصحف والمواقع الإعلامية الدولية لهذا الأسبوع، ويناقش أهم المستجدات الإقليمية وما يتصل بها من أحداث في العالم. يسعدنا بالبداية أن نرحب بالدكتور سمير الخطيب عضو مجلس الشعب. أهلا وسهلا بكم. يسعد أوقاتك وأوقات الأخوة المشاهدين. أهلا وسهلا. دكتور، المنطقة إلى أين في ظل سياسة أمريكية تقسيمية تحرض على التقسيم وعلى الحروب وعلى كل أنواع المشاكل؟ الواقع المنطقة منذ عدة سنوات تمر بمخاض ومخاض عسير إلى حد ما، بدءا من ما يسمى بشعار الربيع العربي، وكان الربيع الإجرامي الدموي بحق شعوبنا في المنطقة بشكل عام. لكن أنا متفائل جدا، لو استعرضنا واقع المنطقة وواقع الدول في هذه المنطقة المتداخلة في الحرب على المنطقة بشكل عام، منطقة الشرق الأوسط، لنجد أن الأمور تسير باتجاه الذي نرغب ونتمنى إلى حد كبير، إلى حد بعيد جدا. لو أخذنا واقع محور المقاومة، بدأنا بمحور المقاومة، نجد أن حزب الله رفع البطاقة الحمراء في وجه نتنياهو والكيان الصهيوني، وثبت عملية الردع الحقيقي، وثبت عملية أن هناك ردع متبادل، وأي اعتداء يرد بشكل سريع جدا وبالأسلوب وبالطريقة المناسبة. هذه حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها، ولابد من الإشارة إلى واقع الرد الأخير وماذا حصل على الحدود اللبنانية. وأنت شاهدت مراسلة الميادين كيف دخلت إلى السكنات العسكرية الصهيونية ولم يجد فيها إلا السلاح والأطعمة، ولم يكن هناك موجود حتى ولا جندي إسرائيلي على الحدود. هذا إن دلل على شيء، إنما يدلل على أن المعادلة قد فرضت في المنطقة وهي تسير باتجاه الصحيح. نأخذ الواقع السوري. سوريا في الحرب التي تشن عليها من هذه الحرب العالمية، هي تتحكم بمعادلات المنطقة، هي ما تقرر نقطة بداية، نقطة الصفر، هي من تنطلق إلى المعركة، هي ما تحقق الإنجازات، وشيئا فشيئا تقدم الأراضي التي دخل إليها الإرهاب، والأمور تسير باتجاه التي يتمناها الشعب السوري يوما بعد يوم. الواقع الإيراني، إيران ليس لها شبيه إلا الفراشة، تطير وتلسع كالنحل، عندما تريد أن تلسع كالنحل. سياسة الخارجية كدولة حليفة لسوريا وصديقة وضمن محور المقاومة تحقق كل ما تريد، و سياسة الخارجية طبعا بقيادة الظريف ظريف صاحب الابتسام المطول الدائمة هو من يرسم والحرس الثوري ينفذ. ولاحظت أنت كيف أسقطت طائرة الاستطلاع الأمريكي ووقفت أمريكا تتفرج وتبرر، وكيف فعلت بالناقلات عندما تم احتجاز ناقلة نفط الإيراني، كيف تصرفت الحكومة الإيرانية. إذن إيران تلسع كالنحل وتحقق ما تريد من خلال حرسها الثوري وسياسة الخارجية من خلال ظريف. الأتراك في حال تخبط، التركي يعاني من حال التخبط، وهو دخل في كما يقولون في العامية في حيص بيس، لا يدري ماذا سيفعل. صار في حال كل احتواء من قبل روسيا لتركيا، أكثر أو لو بشكل جزئي أكثر من احتواء، هو يمر في مشكلة حقيقية عسيرة مع الأمريكي، يمر في مشكلة حقيقية مع حلفاء الإرهابيين في إدلب. هناك مشاكل الآن بين أردوغان وحلفاء الإرهابيين في إدلب. هنا لديه مشاكل في موضوع المنطقة الآمنة، هو أرادها منطقة آمنة وأعلن عن اتفاق مع الولايات المتحدة لإدخال حوالي 1 مليون عربي، وجعل الصراع أو الفاصل ما بين الأتراك والأكراد، هؤلاء 1 مليون عربي من الإرهابيين الإخوانيين، يمكن الإخوان المسلمين، ليتم اصطدام هؤلاء مع الأكراد. طبعا وهذه لعبة خطيرة جدا، لأن أكراد تركيا لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا الإجراء. لكن أمريكا سايرت أردوغان أنها موافقة على المنطقة الآمنة، لكن ليس لخدمة تركيا وإنما لخدمة حلفاء الأكراد. طبعا. والآن ظهر الخلاف على السطح، أن كل دولة تريد أن تبني على هذه المنطقة الآمنة ما يحقق لها مصالحها ونفوذها في المنطقة. إذن نجي على الكيان الصهيوني. أنا أعتقد أن الكيان الصهيوني يمر في أسوأ مرحلة منذ احتلال فلسطين حتى الآن. طبيعة المعركة اختلفت، طبيعة السلاح اختلفت، هو يعاني من امتداد لمحور المقاومة وتواصل هذا المحور بشكل جغرافي متكامل،
يحاول جاهدا ضرب في العراق، يحاول الضرب في فلسطين، يحاول الضرب في لبنان، يحاول الضرب في سوريا، يجد أن كل هذه الإجراءات لا تقدم ولا تؤخر، وإنما دائما وأبدا هناك إجراءات مضادة له وإجراءات تؤخذ لمواجهته بكل الوسائل التي يحاول أن يستغل. إذن نحن أمام مخاض، هذا المخاض طبعا نجي على الولايات المتحدة، خلينا نحن نقيم أداء الولايات المتحدة. الولايات المتحدة أعتقد أنها خسرت من هيبتها الكثير على مستوى العالم ومن مصداقيتها. يعني الرئيس ترامب جاء إلى البيت الأبيض كرجل أعمال ومارس مهامه كرجل أعمال، وتهاوت كل رجال السياسي والأمن القومي وكل من عمل معه وكل من استعان به في فريق الحكومة استقال وبدأ يتراجع عن ممكن بسبب سياسته المتقلبة كل يوم، مو بس سياسته المتقلبة، في فقد لمصداقيته، ينسف الاتفاقيات، له مشاكل محل في الناتو، يهاجم الناتو، أصدقاء وحلفاء الأوروبيين فرض عليهم رسوم وضرائب وإجراءات قانونية، له مشاكل مع الصين، أعلن عن عودة انسحاب من اتفاقية الصواريخ البعيدة المدى. هذا دليل ضعف أن الولايات المتحدة بعد أن قدم الروسي هذا الاستعراض ما يملك من سلاح ومن عداد ومن حضور دولي سياسي وعسكري واقتصادي، بعد أن قدم هذه الصورة أثبت أنه الآن ليس هو قطب ثاني فقط، هو قطب ثاني صاحب قضية إنسانية، صاحب قضية تتحدث بالقانون الدولي، باستقلال الدول، بحريات الشعوب، أثبت للعالم أنه يعمل وفق مبادئ الأساسية اللي قامت عليها شورى الأمم المتحدة، على عكس الأمريكي الذي يلعب دور الأزعر. تركيا تاريخيا تلعب دور الأزعر تاريخيا، هذا دوره يعني، لكن ترامب فضح هذا الدور لأنه لم يترك له لا حليف ولا صديق. نقض الاتفاقية، اتفاق النووي، مع مشكلة كوريا، علاقته بالناتو، علاقته بالأوروبيين، علاقته بالصين، كل الدول التي بينه وبينها اتفاقيات أسقط هذه الاتفاقيات وناقضها، وبالتالي أمريكا تعاني اليوم حقيقة من وجود هذا الرجل في البيت الأبيض. إذن بصورة بعجالة نحن أمام متغيرات، هذه المتغيرات كلها تسير باتجاه مصالح محور المقاومة، وأنا أعتقد أن من سيرسم سياسة المنطقة في المستقبل هو هذا المحور الذي أصبح امتداده أكبر وأوسع من سوريا للبنان للعراق لإيران، وبالتالي هذا الامتداد وهذا التواصل. لاحظ اليوم الكيان الصهيوني يحاول الاعتداء على أي مكان في 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 تواجد للمقاومة، حتى في العراق في في في، لكن هناك من يعمل أيضا، هناك يواجه هذا الكيان بالعقل، يواجه بالقوة، ويواجه بشكل علمي مدروس ومحسوب له حساب في كل شيء. جميل جدا. طيب دكتور، سنتابع أهم ما جاء في الصحف والمواقع الإعلامية ثم نعود للتعليق عليها. نتابع مشاهدينا ولا نعود. أهلا بكم إلى جولة جديدة من الصحف، نبدأها من إيكونوميست التي كتبت: بعد 8 سنوات من الحرب لا تزال هناك معركة طويلة. استعادة الجيش السوري لخان شيخون ذات الموقع الاستراتيجي على الطريق السريع سيجعلها قاعدة أمامية، بينما يتحرك الجيش شمالا في الأشهر المقبلة. هناك محاولات يائسة لوقف الهجوم، لكن يعتقد أن هذه الحملة تمثل نهاية الحرب على الأقل، ولكنها تمثل في أفضل الأحوال نهاية القتال. وجاء في الأخبار: لم يكن سرا أن قطع طريق دمشق بغداد طهران أوتوستراد إيران إلى المتوسط بحسب واشنطن وتل أبيب هو بين أبرز الأولويات الأمريكية الإسرائيلية في سوريا، وما اتضح بعد قرار تأجيل فتح معبر القائم أننا أمام تقسيم أدوار أمريكي إسرائيلي بكل ما للكلمة من معنى. الولايات المتحدة تستخدم العصا الغليظة الإسرائيلية لتحقيق أهدافها الحالية. وننتقل إلى فورين بوليسي لنقرأ: قطع التواصل الجغرافي بين دمشق وطهران وبغداد يتم قدر المستطاع من دون أن تتحمل واشنطن مباشرة مسؤولية ذلك، فإسرائيل تقوم بالمهمات القذرة، والولايات المتحدة تتكفل استكمال نتائجها من طريق تصعيد ضغوطها السياسية على قسم من القيادات العراقية النافذة الأقرب إليها،
أو تلك الحريصة على مراعاتها وعدم الصدام معها على رغم العلاقات التاريخية التي تجمعها بإيران. أما بلومبرغ فكتبت: لم يضعف لقاء بوتين وأردوغان الأخير شهية روسيا للحسم العسكري ولا نزوعها نحو تمكين الحكومة السورية من بسط سيطرتها على إدلب، لكن قضية إدلب ثانوية، إذ يرى الكثير من المحللين أنها محسومة وأن الخلاف يدور فقط حول المهلة والتفاصيل. ونقرأ من ستريت فور: إذا وسعت إسرائيل حملتها في العراق فإن حكومة بغداد ستسعى لمنع تحويل بلدها إلى ساحة حرب أخرى بالوكالة بين إسرائيل وإيران، وقد تتحول العمليات الإسرائيلية في العراق إلى فتيل آخر يشعل حربا كبرى في المنطقة، وفي حال عدم الرد على الهجمات فإن إسرائيل قد تتشجع على تأمين نفسها ضد إيران لأبعد من ذلك. ونبقى مع ستريت فور التي كتبت أيضا: استطاعت إسرائيل تنفيذ تهديداتها لتوسيع عملياتها ضد إيران إلى العراق وسط مؤشرات بأنها تقف وراء تفجيرات طالت عددا من المواقع هناك. حتى لو استطاع العراقيون التعرف على المقاتلات الإسرائيلية فهم يفتقرون للدفاعات الجوية الكفيلة بردعها على نقيض ما هو في سوريا، حيث تعيق الدفاعات الجوية السورية العمليات الإسرائيلية. أما الدستور فكتبت: سعى نتنياهو إلى استفزاز حزب الله لإشعال جبهة الجنوب اللبناني لخدمة مآربه لكنه فشل، وها هو يكرر المحاولة في الضفة الغربية المحتلة لاستفزاز الشعب الفلسطيني، ذلك أنه يحاول تصدير أزماته الداخلية والشخصية لحماية نجمه من الأفول والتمديد عدة سنوات لعمره السياسي ودفع استحقاقات ينتظرها منه حليفه الاستراتيجي ترامب. وكتبت روسسكايا غازيتا: دمر صاروخ مضاد للدروع صمم في روسيا آلية مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي، وتم تدمير المدرعة الإسرائيلية في الأول من أيلول خلال عملية نفذها مقاتلو حزب الله اللبناني. وأظهر مقطع الفيديو استخدام صاروخ ماليوتيكا، كل الدلائل تشير إلى أن مقاتلي حزب الله استخدموا الطراز المطور من صاروخ ماليوتيكا الذي لا تزال تصنعه عدد من الدول. وننتقل إلى غارديان لنقرأ: تثير موجة الهجمات بطائرات مسيرة في سوريا والعراق والسعودية واليمن والآن لبنان شبح حقبة جديدة من الصراع في المنطقة لقدرة هذه الأسلحة على اختراق ساحات القتال البعيدة وضرب أهداف مشددة، فقد أصبحت حرب الطائرات هذه عاملا فعالا في الصراع المتصاعد، حيث يتم القتال على جانبي الحدود وفي الأجواء ومختلف أنحاء المنطقة. وجاء في فورين بوليسي: يوضح القتال الأخير في عدن أن المقاربات السعودية والإماراتية للصراع اليمني اختلفت كثيراً عما كانت عليه، فأولوية السعودية هي تأمين حدودها الجنوبية ضد الحوثيين، لذا ركزت جهودها على محاربة الحوثيين في الشمال، وبخلاف ذلك سعت الإمارات لتعزيز دورها في الصراع لتوسيع نطاق وصولها العسكري والاقتصادي للقرن الإفريقي ومضيق باب المندب. أهلا بكم من جديد. دكتور، هل تتفق مع ما جاء في موقع إيكونوميست الذي ذكر أن استعادة الجيش العربي السوري لخان شيخون ذات الموقع الاستراتيجي يعني ممكن أنه تمثل نهاية الحرب أو نهاية القتال كما ذكر الموقع؟ هلأ قبل ما نحكي على نهاية الحرب في شمال سوريا وتحديدا في إدلب، خلينا نشوف مين اللي بقي عنا في منطقة إدلب، شو صفاتهم هؤلاء. حسالة المجرمين في سوريا اللي تركوا المناطق اللي دخل عليها الجيش واستسلموا وطلبوا اللجوء إلى إدلب، موجودين في إدلب. الجسم الكبير من هؤلاء هم الأخوان المسلمين، وتحديدا هؤلاء تابعين لأردوغان الأخواني، وقسم منهم وهابي، قسم الأقل الوهابي، وقسم من باقي الدول التي جاءوا منها إلى الحرب في سوريا. بالإضافة إلى المرتفعات الساحلية وبريف إدلب موجود عندنا، بتعرف من أيام الاحتلال العثماني صار هجرات لبعض الأقليات، وأنا طبعا أنا أحترم الأهل التركمان الوطنيين، لكن هؤلاء هواءهم وطبيعتهم من الأساس هي مع تركيا، فشكلوا حزب التركمستاني وقاتلوا ضد الدولة السورية، وهؤلاء
أنا أعتقد لا مكان لهم لا بتسوية ولا بهذا الوطن على الإطلاق. هؤلاء مجرمين يجب أن يحاسبوا ويطردوا من هذه البلاد. هؤلاء الموجودين في إدلب. الجيش السوري اتبع سياسة تحرير المناطق تدريجيا، وبقي عنا شمال إدلب، هو حاليا الجيش موجود في هذه المنطقة. خان شيخون مفصل، لكن الأهم من خان شيخون أن من يقرر ساعة الصفر وتقدم الجيش وقضم هذه المناطق والدولة السورية والجيش السوري، وهو قادر، وأثبتت كل التجارب خلال 7 سنوات الماضية أو 8 سنوات الماضية أن الجيش السوري عندما يقرر دخول أي منطقة يدخل هذه المنطقة. ممكن يعني نشهد انسحاب جماعي دون الحاجة لحرب، ممكن يكون الموقع نحن عم ينوه لهيك شيء. كل قطر دم من قواتنا المسلحة تساوي كل أحذية قواتنا المسلحة تساوي كل دماء هؤلاء المجرمين. نحن أي قطرة دم نوفر من جيشنا هو عمل ذكي وعمل عقلاني وعمل يخدم الدولة السورية. لكن نحن عندما نتقدم إلى المناطق في الشمال ونستعيد هذه المناطق إلى الدولة السورية، لدينا استراتيجيات. نعطي فرصة الانسحاب، عندما نقول انسحاب 20 أو 30 كيلومتر وتسليم السلاح الثقيل والسلاح المتوسط، أنت تجرد عدوك من نقطة القوة. تمام. إذا كان عنده النقطة القوة صح ولا لا؟ تمام. وبالتالي أنت تحقق ما تريد بالطريقة الأقل أو الأسهل والأقل تكاليف. لكن عندما تعطي هذه الفرصة لا يتم استجابة، يحصل ما حصل بخان شيخ، ولن تكون محافظة بالكامل بعيدة عن متناول الجيش. أهميته نعم مهم جدا، الطريق الدولي ما بين الساحل وبين حلب وبين دمشق وحلب، هذا طريق مهم وهذا طريق دولي، وأنا أعتبر أنه قاب قوسين أو أدنى أن يفتح الطريق والجيش السوري يعمل على هذا الاتجاه. جميل جدا. أيضا ذكرت صحيفة الأخبار طبعا من يعني باب الضغوط التي تحاول دائما الولايات المتحدة ومن وراء إسرائيل يعني على سوريا وعلى محور المقاومة، قطع الطريق حاليا أو محاولة قطع الطريق بين دمشق وبغداد وطهران، خاصة تأخير افتتاح معبر القائم العراقي، يعني لا تخفيف التواصل أو قطع التواصل بين الدول الثلاثة. التركيز على هاي النقطة بهالوقت شو دلالته؟ هلا هذا المحور كنا عم نحكي شوي إنه جغرافيا أصبحت في تواصل. نعم. من لبنان لسوريا للعراق لإيران، أصبح هذا الخط هو مفتوح. أعداء سوريا وتحديدا الكيان الصهيوني يعتبر هذا الخط هو بوابة اقتصادية، بوابة عسكرية لدخول المنتجات الاقتصادية، لدخول النفط، لدخول الأسلحة، وبالتالي هو سيسعى جاهدا بكل الوسائل في محاولة منه لقطع هذا الطريق. لكن أنت تعلم أن هذه حدود واسعة ويمكن فتح طرق أخرى. فتح طرقات أخرى ومعابر أخرى ولا مشكلة. حتى ضرب البوكمال من يومين، الاعتداء اللي صار على البوكمال تحت هذا العنوان، يعني في محاولة أنه نحن سنقطع الطرقات بكافة الأساليب والوسائل. طبعا الأمريكي يتفرج على أساس هو ليس له علاقة. هنا اللعبة القذرة اللي تفضل عليها اللي بردت بالصحافة، هلا هو ما فورين بوليسي. نعم هم من يخططون ويساعدون لكن من بعيد، ممكن في ويستغلوا حتى أجواء الأردن وقاعدة التنف في محاولة لقطع هذا الاتصال. هذه محاولة يائسة وفاشلة ولن تتمكن من إحراز أي شيء بهذا الاتجاه. هذا الموضوع انتهى. طبعا ذكرت الفورين بوليسي أنه محاولة قطع التواصل الجغرافي بين دمشق وطهران وبغداد يعني قدر الإمكان، يعني ذكروا تحديدا أنه إسرائيل تقوم بالمهمات القذرة بتخطيط من الولايات المتحدة، والولايات المتحدة عم تستكمل النتائج معها. نعم. في بند حكيته عم بتحاول الولايات المتحدة عم بتحاول تستغل بعض العملاء، لا زال لها عملاء في كل المناطق في العربية، حددت حتى في العراق، حددت أنه بالعراق. نعم. عملت ضغوط على بعض القيادات العراقية. نعم. النافذة. نعم. لتعطيل افتتاح معبر القائم. صح، لكن أنا أعتقد المشهد العراقي واضح خلال الفترة السابقة، ونحن تابعناه وتابعنا رئيس الحكومة وتصريحات العاملين في الحشد الشعبي، نحن تابعين العمل السياسي الحاصل بهذه النقطة بالذات، سواء بضرب مواقع الحشد الشعبي أو محاولة تعطيل الطرق بين سوريا والعراق. نحن متابعين لهذا الموضوع، وهناك رفض شعبي لهذا الموضوع، وهناك طلب حتى من الحكومة ومن البرلمان العراقي يتابع ويصر على
أولا الحصول على أسلحة لمقاومة هذه المسيرات الإسرائيلية التي تضرب في العراق، وثانيا لمنع قطع الطرقات أو التواصل مع سوريا. هناك رأي عام تشريعي برلماني وشعبي يصر على أن هذا الموضوع منتهي النقاش فيه. طبعا في شيء غريب يعني لاحظت انا بستراتفورد، عم يذكر انه يعني طيران مسير اسرائيلي يضرب في العمق العراقي ولا يوجد دفاعات جويه عراقيه قادره. يعني هلا معروف انه العراق كقوه اقتصاديه او كقدره اقتصاديه افضل من دول اخرى، وعندها علاقات مع روسيا وعندها كان بعض العلاقات مع الولايات المتحده وكانت تتسلح. يعني عم تذكر الصحيفة أنه العراق ليست كسوريا، أنه في بسوريا دفاعات جوية قوية بإمكانها أسقاط أي أهداف معادية، بينما بالعراق لا يوجد، يفتقرون لذلك. يعني مو شيء غريب. هلا أنت بتعرف العراق دخل بحرب طويلة، يعني قبل الحرب السورية دخل بحرب، دخل بنفق طويل جدا وصراعات، ودخلت داعش احتلت مدن في العراق أيضا. يعني العراق يخوض مخاض عبر عشرات السنوات من الحروب، هذه نقطة الخلل الموجودة الآن تعالج. الولايات المتحدة لم تعطي الأمريكان دفاعات جوية، لكن إيران تغطي. ليلة أمس تم أسقاط مسيرة إسرائيلية، يعني بدأت إيران تورد للحشد الشعبي وللقوات العراقية مضادات، وبالتالي هذا الموضوع سيتم التصدي له وسيتم إيقافه، وهذا مقدور عليه. يعني طالما عندك أنت دولة مثل إيران حليفة وصديقة ومعنية معك بالمعركة، فهي تمدك بالسلاح التي ترغب فيه. وأنا أعتقد هناك إجماع في العراق اليوم على تلبية في إيران على تلبية حاجة العراق من الدفاعات الجوية ضد المسيرات التي تستهدف تحديدا المقاومين في الحشد الشعبي. أيضا ذكرت صحيفة الدستور أنه نتنياهو حاول يستفز حزب الله والمقاومة في لبنان بطرق مختلفة لإشعال جبهة الجنوب، يبدو ما زبط. بس يعني هل هدف نتنياهو أنه حماية نجمه من الأفول بهيك اعتداءات عملها؟ هلا نتنياهو الآن هو منشغل في الانتخابات الإسرائيلية، ممكن ترفع رصيده، هو يعتقد ذلك. يعتقد ذلك، لكن ما يحصل على الأرض هو يسير باتجاه معاكس. يعني كل الأساليب المتبعة حاليا، يعني ليلة أول أمس كان يلقي خطاب في أحد المستوطنات، جاء صاروخ من غزة، اضطر أن يذهب إلى الملجأ على شاشات التلفاز. يعني شفناه كلنا على التلفزيون. يعني هاي كلها مؤشرات وكلها لها دلالات أنه هذا المحور المقاوم بدأ يحقق الكثير من الأمور التي كانت قبل سنوات من المستحيلات، إن كان من غزة إن كان من الحدود اللبنانية. طيب اليوم أنت على شاشات التلفزي بتشوف الحدود بجنوب لبنان، بتشوف ما في عسكري يظهر، خوف حقيقي. يعني هناك قلنا معادلة ردع حقيقية من حزب الله لهذا الكيان الصهيوني، رغم توقع يعني جيش الكيان الصهيوني، رغم أنه متوقع يكون في رد من حزب الله، ورغم ذلك كان في إصابة، ورغم الأسلحة الدقيقة والحديثة، ومع ذلك أنجز حزب الله ما وعد به تماما. اليوم هناك مقاومة تشتغل بالعقل والعلم، مقاومة ليس في السلاح فقط، ليس في الإيمان فقط، تتعاطى مع الأمور في المنطقة بأسلوب علمي وبدقة ومدروس. يعني لا يوجد شيء عشوائي، لا يوجد شيء اعتباطي، وهذا ما يطلق الكيان الصهيوني. طبعا ذكرت صحيفة روسيسكا غازيتا انه الصاروخ اللي تم استخدامه من ايام السوفييت، صاروخ ماليوتيكا، يعني بس تذكر الصحيفة انه تم تطويره من قبل المقاومة. صاروخ معدل، هذا صاروخ معدل حصلت عليه المقاومة، طورته وتمكنت انها تنفذ العملية فيها. تمام. يعني حتى الكيان الصهيوني المسرحي اللي حاول يحكي انه والله هاي العربي، طب هاي العربي ما كان فيها سائق واحد، ما بدي حد، ما في ولا جندي فيها، ما كان فيها سائق، حتى بالسائق لم تعتبر. يعني كان اللي عم بيقود العربي دمية، يعني بس هذا السؤال. يعني هذا ما يجري الان هو حقيقة فرض معادلة اكدتها المقاومة بشكل مستمر، ان قوة الردع موجودة وسنقوم بالردع على أي أسلوب من الأساليب التي تستخدم. شو المسيرات؟ مسيرات حزب الله عنده، مسيرات سوريا عنده، مسيرات إيران، ما في دولة في العالم إلا قادرة. المسلحين الإرهابيين عم بيمدون بالمسيرات. يعني
حرب مسيرات كمان بشنوا حرب مسيرات على إسرائيل. قادر حزب الله، وتذكر من عدة سنوات اخترقت طيارة مسيرة لحزب الله، اخترقت أجواء إسرائيل وعادت، شفناها حتى على شاشات التلفزيون. يعني كل اسلوب يستخدمه الكيان الصهيوني هناك رد عليه. انا قلت ببدايه الحديث اسلوب المعركه، اسلوب السلاح تغيرت، لم تعد الطائره والدبابه هي من تحسب معارك. هناك العديد من الاساليب بما تملك انت من قوه ناريه وعلميه واسلحه دقيقه، قادر ان ترد على اي دوله مهما امتلكت من سلاح. طيب اذا انتقلنا الى الموضوع اليمني دكتور، يعني طبعا مرتبط جدا بالوضع اللي يجري في سوريا ولبنان والعراق وإيران. يعني لاحظنا مؤخرا اختلاف الرؤية السعودية عن الإماراتية. الإمارات صارت انه عم تتجه للجنوب اليمني، بينما السعودية عم، وكما ذكرت بعض الصحف، انه السعودية بهمها بس تحمي حدود الشمالية من بداية او تدخل تحتل جزء من الاراضي اليمنيه، بينما الامارات صار في عندها توجهات جديده. صح. طيب يعني فينا نقول هي بوادر ازمه ما بين السعوديه والامارات، او اختلاف مصالح؟ هو اختلاف مصالح ومو بوادر ازمه، هي الازمه كانت موجوده بس هلا طلعت على العنان شوي. في اسباب ظهورها اليوم للازمه. هلا في صدام سابق كان يحصل بين الاماراتيين وبين حزب الاصلاح المدعوم من هادي ومن السعوديه. في سابقا صار صدامات كثير لكن لم تظهر الى السطح، ظهر ايوه السطح لم تظهر سابقا. الان سبب ظهوره في عده اسباب. يعني اليوم العمق الاماراتي في متناول الجيش واللجان الشعبيه اليمنيه، هذا واحد من الاسباب. سابقا ما كان موجود هذا الشيء، اليوم قادر الجيش اليمني واللجان الشعبيه يصابط عمق الامارات، هذا واحد من الاسباب اللي دفع الامارات انه تفكر بطريقه مختلفه. هلا رح نحكي كيف عم بتفكر حاليا. يعني اثنين، الخلاف قديم كما ذكرت، الخسائر اللي تكبتها الامارات كمان واحد من الاسباب خلاها تفكر انه انا لوين، هي حرب عبثيه. يعني انا ما عم اقدر. ثلاثه واخطر واهم، القوه التي ظهرت فيها ايران بالاحداث الاخيره، تسقط طائره امريكيه، تحتجز ناقلات، تتحدى، تتوعد بالرد. كل هذه الأسباب دفعت الإمارات لإعادة حساباتها. حسابات الإمارات الآن أنه أنا موجودة في مستنقع، الإيراني وضعه أحسن، فأنا بدي أطلع، بدي أحفظ ماء وجهي، كيف بدي أطلع من هالمعركة هاي؟ أنا لازم سيطر على عدن باعتباره مدينة استراتيجية، بفتح قنوات مع الإيراني باعتباره مسيطر على الحوثيين، بسعى باتجاه حل سياسي باليمن، بحاول اخرج من اليمن باقل الخسائر وبوضع افضل. هلا السعودي هذا الموضوع بدا يشعر انه هو الخاسر الاكبر من القضيه. يعني هو يعني الحوثي فعلا، يعني الحوثي وحدوده، تورط بهذه الحرب ولا بيعد له مخرج منها. يعني حاليا يبحث لا يرى مخرج. الاماراتي وجد المخرج، فتح قنوات من تحت الطاوله مع ايران، بحاول انا كونه ايران لها علاقة وثيقة مع الحوثي، أنا بسيطر على عدم موقع استراتيجي، بحاول أدخل بمفاوضات سياسية، أعمل إنجاز بالمنطقة، أطلع بماء الوجه. طيب. أنا غير قادر الآن، أنه عمقي مصاب. اليوم الإمارات ما مثل السعودية، بس اليوم إذا بتضرب صاروخ أنت على الإمارات، تعرف شو يعني دبي وكمان أبو ظبي، تعرف شو يعني هذا الموضوع، يعني مركز رأس مال عالمي. تمام. اقتصاد الإماراتي يعني انهيارات وكوارث، يعني كلها تدخل في حسابات الإماراتي الآن. لذلك حتى الامارات تحاول حتى فتح قنوات معنا، سارعت بفتح قنوات حتى مع سوريا من تحت الطاوله، ولاحظت انه فتحوا سفارات عنا، عم بيحاول الاماراتي يطلع من هالمستنقع اللي دخل فيه بيهطر. اما الخلاف قائم لانه السعوديه تدعم حزب الاصلاح الديني الاخواني التابع لهادي، والامارات من الاساس هي على خلاف مع هذا الحزب. تمام. طيب دكتور، سنتابع الجوله الثانيه واخيره على اهم ما جاء في الصحف، ثم نعود نتابع مشاهدينا ولا نعود. نكمل جولة الصحف من فورين بوليسي التي كتبت: سلط النزاع الذي نشب مؤخرا في جنوب اليمن الضوء على التوترات طويلة الأمد بين الأهداف الإماراتية والمصالح السعودية في اليمن، كما أنه كشف عن شقاق أوسع بين مقاربات السياسة الإقليمية لهذين الشريكين الرئيسين للولايات المتحدة في مجال الأمن،
والذي قد يجر واشنطن إلى نزاع إقليمي آخر ويعقد موقف إدارة ترامب إزاء إيران. ونقرأ من الوطن العماني: مثلما تحتاج إيران إلى الإبقاء على الاتفاق النووي وبالتالي رفع العقوبات المفروضة، فإن أوروبا أيضا تحتاج هذا الاتفاق للإبقاء على مصالحها الاقتصادية مع إيران، ليجعل هذا الاحتياج المتبادل من المسألة الإيرانية بوابة للرئيس الفرنسي للدخول كوسيط بين إيران والولايات المتحدة، ليضع أوروبا في مرحلة جديدة تكون فيها القيادة ماكرونية. ونبقى مع الوطن العماني: تسعى الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب إلى إعادة النظر في العديد من التزاماتها القانونية الدولية، ولكن ما يؤسف له أن هذا الأمر يتم من جانب واحد وعبر أسلوب استفزازي تصعيدي خطير، وهو ما يحول ذلك الحق إلى انتهاك وتجاوز للحق، خصوصا عندما يكون في الطرف الآخر من ذلك تنصل المجتمع الدولي بأسره. ومن أوبسيرفر نقرأ: أرباح مبيعات الأسلحة تفوق حجم المساعدات المقدمة لليمن، وفي هذا إشارة لصفقات الأسلحة التي اشترتها السعودية من بريطانيا منذ بداية حربها في اليمن. الواقع أن ما جنته بريطانيا من مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ودول التحالف في اليمن يزيد بمقدار 8 أضعاف على مساعداتها للمدنيين المحاصرين بسبب النزاع الدائر في اليمن. وكتبت فورين بوليسي: واجه الاقتراح الأمريكي بتشكيل قوة حماية بحرية أول الأمر تشكيكاً، وكان الحلفاء الأوروبيون مترددين في الانضمام إلى القوة البحرية المقترحة حتى لا يعرضوا الاتفاق النووي مع إيران للخطر، لكن بعد تعثر الدبلوماسية الأمريكية أعلنت المملكة المتحدة وأستراليا والبحرين المساهمة بسفن وطائرات في الائتلاف البحري. وكتبت فورين بوليسي أيضاً: يهدد التوتر بين الولايات المتحدة والدنمارك جهود ترامب لمواجهة إيران، ويعقد حسابات كوبنهاغن فيما يتعلق بالطلب الأمريكي الأخير الانضمام إلى واشنطن في القوة البحرية التي تعتزم تشكيلها لحماية خطوط الملاحة البحرية في مضيق هرمز، علما أن الدنمارك تملك بحرية قوية ولها مصلحة في تأمين الخطوط البحرية وهي مؤيدة لأمريكا تاريخيا. وننتقل إلى ناشونال انترست لنقرأ منها: تنفق السعودية مليارات الدولارات لشراء سفن حربية تريد واشنطن التخلص منها، حيث يعاني طراز هذه السفن من عيوب كبيرة، وتريد البحرية الأمريكية تقليل أعدادها لديها، فقد اتخذت البحرية الأمريكية قراراً بخفض طلبها على السفن من طراز LCS جراء انخفاض موثوقيتها وتكلفتها العالية وضعف قوتها النيرانية وافتقارها لعناصر النظم القتالية. ونختم جولة الصحف من معاريف التي كتبت: قد يتم إعلان صفقة القرن قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 أيلول الجاري، وقد تساعد رئيس الحكومة على اجتياز هذه الدورة الصعبة، في حين أن إرجاء إعلانها لما بعد الانتخابات سيقوي الاعتقاد السائد بأننا أمام وثيقة إشكالية لحزب الليكود ورئيسه، الأمر الذي قد يتسبب بأضرار سياسية وحزبية كبيرة رغم الصداقة الكبيرة بين نتنياهو وترامب. أهلا بكم جديد دكتور. يعني موضوع يعني النزاع السعودي الإماراتي يعني ودور الولايات المتحدة، يعني اثنين يعدوا حلفاء للولايات المتحدة، يعني لوين ممكن يروح النزاع الإقليمي وشو دور الولايات المتحدة بالتهدئة أو بالتصعيد؟ هلأ الولايات المتحدة شعارة واضح: مصالحي، الأموال، النفط، هذول بكون أنا بدي إياه، هذا شعار الأساسي. يعني ما بيعني له شيء بعلاقاتها، دائما امريكا تاريخيا ما عندها حلفاء استراتيجيين. يعني هلا السعودي حليف الولايات المتحده الامريكيه من عشرات السنين، اكبر من الازلال اللي حصل لحكام السعوديه، حصل لزعيم في العالم. يعني انا بحط لك لوحه وبقول لك هي بدك تدفع لي هيك وبتدفع لي هيك وبتدفع لي مصاري ملايين الدولارات بدي اياها منك، وانا اسبوع واحد ما بخليك، انا مخليك هون زعيم لاني انت عم تدفع لي، اذا ما بتدفع بشيلك فورا. يعني حتى الولايات المتحدة ترامب اسلوبه صار في ازلال حتى لحلفائه، يعني اكبر من هذا الازلال ما عاد فيه. عنوان الولايات المتحدة واضح: الامارات فيها اموال هاتوا، السعودية فيها اموال هاتوا، بدهم يوصلون الى مكان رح تشوف السعودية
حتى على مستوى مشاكل حتى مع بتأمين رواتب الموظفين. هلا يعني حتى ذكرت صحيفة ناشيونال انترست كما تابعنا انه السعودية هلا عم تنفق مليارات دولارات لشراء سفن فيها عيوب، والولايات المتحدة بس بده تخلص منها. ما في حل. انا مخليك ملك، انا واضعك ملك هون، بتدفع بتبقى، ما بتدفع ما بتبقى. بيعك سلاح فاسد، بيعك سفينة سيئة عاطلة على العمل، شو ما بعتك بدك تقبل. والسعودي ما عنده مشكلة. ليش؟ هو الأسلحة اللي ما هو صاحب قرار، هالأسلحة اللي أخذها كلها وجابها تحت عنوان أنه شراء سلاح لوزارة الدفاع وللجيش السعودي، شو طلع مع هالأسلحة على مستوى الشعب اليمني البطل المقاوم هذا، هالشعب الفقير، هالشعب اللي ارتكبوا بحقه أكبر مجازر في التاريخ، شو حقق منه يعني؟ إذا على مستوى إمكانيات اليمن العسكري السعودي كل هذا السلاح وكل هذه الأموال لم يحقق فيها سوى الهزيمة. تمام. هذا السلاح ليس مطلوب، هو عنوان، نحن بعناكم أسلحة، عنوان فقط، فاسدة سيئة لا تصلح غير مقبولة، ما معنيين فيها هنا، معني أنه بدنا الأموال، بدك عنوان حتى نغطيك، رح نعطيك العنوان، خيو اشتري عنا الأسلحة البالية هي، اشتري هالسفن السيئة هي، ما عاد بدنا اياها، اشتريها. انا عم قل لك في عنوان واضح، يا بتبقى ملك بمصرياتك يا ما بدنا نشيلك. فهو جاهز. بخي معنا دقائق لازم ندخل وننوه عن الموضوع الايراني، كونه كل ملفات المنطقة مرتبطة ببعضها. يعني السياسة الامريكية الجديدة بعهد ترامب، الغاء الاتفاق النووي مع إيران، حاليا كما ذكرت صحيفة الوطن العمانية أنه الرئيس الفرنسي دخل كوسيط بين إيران والولايات المتحدة، والولاية يعني بشكل عام أوروبا تحتاج لهذا الاتفاق لتخلي مصالحها الاقتصادية مع إيران. نعم، هلا الولايات المتحدة اشتغلت على مصالحها بغض النظر عن حلفائها في البداية. تمام. الأوروبيين حتى أقرب الناس اللي بنعتبرهم دنب الولايات المتحدة هي أوروبا. نعم. ومع ذلك تخلت الولايات المتحدة عن مصالح هؤلاء وسعت لمصالحها فقط. وترامب عنوانه واضح، أمريكا أولا، هذا العنوان سار فيه، مشي فيه من بداية. اليوم هل فقد المصداقية هذا عمل خلل بالعلاقة حتى الأوروبية الأمريكية، إن كان من جهة الألمان أو حتى اليوم ماكرون، أمي أخي نحن إلنا مصالح، إلنا شركات، إلنا اتفاقيات، إلنا شغل مع إيران، هذا الموضوع بمس بمصالحنا. لكن صدقني ترامب هو بحاجة ليتدخل ماكرون أكثر ما ماكرون بحاجة لقبول ترامب. اليوم ترامب هو بحاجة ماكرون أن يدخل وسيط لأنه تورط، حتى فريقه بالأمن القومي اليوم عفاه، هو تورط بالعلاقة بما حصل مع إيران، وهو علنا يقول أنا ليس لدي شروط للقاء رئيس إيران. يعني لا يخجل من هذا الموضوع، هو تورط في المشكلة الإيرانية، وكل مسعاه لحل هذه المشكلة هو فقط يريد أن الدخول على الخط. وصدقني خلال الساعات القادمة ستقوم إيران، وسجل عليها، ستقوم بإزالة بعض العقوبات على إيران قبل لقاء روحاني معه، ليعطي الفرصة لروحاني أن يتراجع عن عدم لقائه لترامب وبحث الاتفاق فيه. سيكون هناك تراجع أمريكي خلال الساعات المقبلة ببعض العقوبات، شطب ببعض العقوبات، وهناك مفاوضات يقوم بإيصالها ماكرون بين ترامب وروحاني حول إمكانية إذا قدمنا هذا التنازل، يعني بصير اللقاء، من يرفض لقاء روحاني وليس ترامب، من يرفض اللقاء بين رئيس أمريكا ورئيس إيران هو روحاني، وماكرون يسعى لهذا اللقاء، الإيراني يشترط بعض التنازلات حتى يتم هذا اللقاء. طب سؤالنا الأخير بيتعلق أنه الولايات المتحدة يعني حاولت أنه تشكل قوة بحرية لحماية السفن، أقرب الحلفاء الأوروبيين ما عم يشاركوا، مثلا كما ذكرت الفورن بوليسي أنه الدنمارك رغم وجود قوة بحرية عندها وقوية القوة البحرية بس ما شاركت، في خلافات وتوتر بين الولايات المتحدة حاليا والدنمارك. هو ما ترك له صاحب يعني، بده جزيري. أنا بعمري ما شفت رئيس اجا وزع الجولان لإسرائيل وعطى القدس أيضا للكيان الصهيوني، وهلا بده ياخذ جزيري غصبا عن دولة تانية، بده يشتريها من لجزيرة جرينلاند الدنماركية، بده يشتريها هيك غصبا عن 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 حكومته. طلعت رئيس الحكومة قال نحن ما عندنا جزيرة للبيت، شو وصفها بالمقرفة، انه هي رئيسة الحكومة الدنماركية وحدة مقرفة ولغى زيارته على الدنمارك.
10% من حركة السفن بالخليج هي للدنمارك. الدنمارك عندها أسطول بحر كبير كتير. طبعا ما راح تشاركك ولا راح تمشي بمشروعك طالما أنت عم تتناول رئيسة حكومة بهذه الطريقة وبدك تأخذ جزيرة بالقوة. يعني غريب هذا الشخص اللي فعلا هناك إشارات استفهام على طريقة تفكيره. يعني اشتراها لجزيرة بدون ما يحكي مع الحكومة. يعني هاي بدنا إياها خالصين، يعني بدكم تعطونا إياها. لما احتجت رئيس الحكومة وقالت لأنا ما عنا جزيرة للبيع نحن، شو وصفها هو؟ قال عنها مقرفة، رئيسة حكومة الدنمارك المقرفة. يعني حتى ألفاظه، حتى إذا لاحظت يعني حكى عن أفريقيا وعن السلفادور وعن هايتي، وصفها بدول لم يترك شيء للألفاظ، قذرة قذرة. قال عنها دول قذرة. تصور واحد يتحدث عن قارة وعن دول سلفادور وهايتي وعن أفريقيا بالكامل، قال هذه قارة قذرة على رئيس حكومي مقرفة. يعني شخص يعني غريب. يعني فعلا هذا الرجل أثبتت كل الوقائع أنه في مشكلة بتفكيره بطريقة تفكيره. أكيد ما راح تشاركوا الدنمارك، أو حتى لو شاركوا الدنمارك بدها تشارك يعني إلى حساباتها يعني بهالموضوع. بديكم ما بعرف شو طبعا يعني الحديث يطول حول هاي المواضيع. وقتنا انتهى بنهاية هذا اللقاء. الدكتور سمير الخطيب، عضو مجلس الشعب، شكرا جزيلا. خليل يا تسلم، شكرا. أهلا وسهلا. وكل الشكر لكم مشاهدينا الأكارم. دمتم مضى الوطن بألف خير. إلى اللقاء. يعطيك الف عافية.